مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد إلى فقرة ضيف الغرفة. تعد صحة أجسامنا انعكاسا لأسلوب الحياة الذي نتبعه، ومن بين هذه الأساليب الاعتماد على الغذاء الصحي الذي يقوي ويدعم مناعتنا وأجسامنا، إضافة إلى فوائد أخرى عديدة مما أجعله بمثابة منهج يستعمل في العلاج والوقاية من بعض الأمراض يطلق عليه بالتغذية العلاجية. فما هي هذه التغذية العلاجية وكيف يمكن للشخص اعتمادها؟ وأسئلة أخرى سنحاول الإجابة عليها مع ضيفتنا أخصائية التغذية سعدية أكمون. أهلا بك معنا. صباح الخير إلهام، شكرا على الاستضافة. صباح النور. في البداية سعدية، خلينا ممكن نوضح للمشاهدين أكثر مفهوم هذه التغذية العلاجية، وهل نقدر نقول أنه هل تشبه يعني التغذية الصحية أو السليمة؟ دونك التغذيه العلاجيه ما وشنو هي عباره عن، احنا دائما ننصح الناس ياكلوا غذاء صحي. دونك التغذيه العلاجيه هي عباره عن غذاء صحي، لكن لا بارتيكولاريتي تاعو، الخاصيه تاعو انه راح يعاون الى ادريسي ان باسيون، المريض اللي عنده نوع من الامراض، واش راح يدير له؟ راح يحسن المليسينيك ولا من الاعراض تاع هذا المرض، ويحسن النمط المعيشي ديالو. دونك هذا هو الغذاء ولا الحميه العلاجيه ولا لو ريجيم ثيرابوتيك. نعم. هل يعني خلينا نقول انه يشبه الى حد ما التغذيه السليمه؟ نعم، هو يشبه التغذية السليمة، لأن احنا دائما ننصحوا الأشخاص ياكلوا غذاء صحي وسليم ومتوازن، يعني ديفيرسيفي، يكون فيه جميع أنواع تاع المكونات الغذائية. أما الخاص وقتاش نمدوا هذا الغذاء ولا الحمية العلاجية، كما قلت لك باش ماشي نعالجو، ما حيش نخلو هذاك المريض راح يبرى من هذاك المرض، ولكن نحسنوا الأعراض تاع المرض هذاك. بارفوا نقدروا نعطولو نصحوه ياكل بعض الانواع من الغذاء، وكاين انواع واحد اخرى اللي ما لازمش ياكلهم، بعض الانواع من المغذيات كما الميكرونيوتريمون، المعادن والفيتامينات، كاين اللي ننصحو بهم كاين اللي ما ننصحوش بهم، وفي بعض الاحيان الكميه تاع الغذاء اللي ننصحو بها، بعض الاحيان الوقت اللي ياكل فيه، وبعض الاحيان لازمنا نمدو دي كومبليمون اليمونتير ولا مكملات غذائيه. دونك هذا كامل عبارة عن الحمية العلاجية. نعم، إذا تكلمنا ممكن على حمية المشاهد، ممكن هناك يعني فئة من المشاهدين تربطها مباشرة بحمية تخفيف الوزن، يعني هي قريبة تشبهها لكن ليست حمية تخفيف الوزن، هل هذا صحيح؟ نعم، هي ليست حمية تخفيف الوزن. تخفيف الوزن دوكا ما راناش نهضروا بزاف، ما نقولوش بزاف الكلمة حمية، نقولوا غير كيليبراج اليمونتير، هي إعادة توازن في الأكل تاعنا. باش نقوموا بتخفيف الوزن لازم برك نقصوا شوية الحريرات اللي ناكلوها، لكن الغذاء تاعنا يقعد متوازن ويقعد صحي ويقعد فاريي. دوك لازم يكون عندنا صحن فيه أنواع كثيرة تاع المواد الغذائية، عندنا نص صحن فيه خضار تكون طيبه ولا نيئه، عندنا الربع تاع الصحن هذاك يكون فيه بروتينات تكون دوريجين فيجيتال ولا انيمال، وتكون عندنا الربع ثاني فيه البروتينات ولا نشويات. نعم سعدية، هل أما تفضلي. نعم سعدية، هل الشخص المصاب فقط بمرض معين يمكنه اتباع التغذية العلاجية، أو أنه الشخص حتى إن كان غير مصاب بإمكانه اتباع هذه الحمية؟ الحمية العلاجية عندها دي فانديكاسيون. دونك الهدف الاول تاع الحميه العلاجيه هو الشخص يكون عنده مرض، تخلينا نستابيليز هذاك المرض تاعو. اما الشخص اللي ما يكونش عنده مرض ننصحوه برك ياكل اكل صحي. اما الحميه العلاجيه تقدر تكون عندها اهداف اخرى عند اشخاص اللي ما عندهمش امراض، هي تفادي الامراض هذوما، كيما عند الاشخاص باغ اكزومبل اللي يكونوا كبار السن ويتفاداو مثلا ضغط الدم ولا مرض السكري، دوك عليها ننصحوهم ياكلوا ينقصوا الملح في الماكله تاعهم، نصحهم ياكلوا الدهون الصحيه كيما لي اوميغا 3 كيما نلقاوهم في المكسرات ولا في السمك، وثاني نصحهم ما ياكلوش بزاف حاجه حلوه ولا ياكلوا السكر اللي ما يكونش لاندكس غليسيميك تاعو طالع. هذه اتيت بريفونتيف ولا في سبيل الوقايه. كي نهضروا دوك على الحميه العلاجيه، واش من الامراض اللي نقدروا
نحسنوهم ولا نحسنوا الاعراض تاعهم بالحميه العلاجيه. هما امراض كثيره نقدروا اون بو انترفونير اون ان تري لارج شون داكسيون. عندنا امراض كبيره نبداو من لي مالادي ديجستيف نبداو بالولسير لي مالاد لي باسون عندهم مشكل في المعده ولا لا غاستريت اللي يكون عندهم ان غوفلو في هاد الامراض ننصحوهم ما ياكلوش بزاف حاجه اللي تكون فيها اسيد ما ياكلوش كميات كبيره ياكلوا كميات صغيره ولكن في اوقات متعدده في من اليوم اوليو ياكل 3 خطرات في اليوم نبداو له ياكل 5 خطرات حتى 6 خطرات في اليوم ولكن تكون كميات صغيره. اما نعم الاشخاص اللي يكون عندهم مثلا نكملوا في لي تروب ديجستيف اللي يكون عندهم مشكل في الكولون ولا الكولون نيرفو ولا الكولون اريتابل دونك الاكل ولا الغذاء الحميه العلاجيه تاعهم ديبون دو لا بيريود تاع لا مالادي سي با اون مالادي سي لي سيمبتوم. يكون عندهم بزاف الاعراض ننصحوهم بالحميه العلاجيه نقصوا لهم شويه من سيغتان زاليمون كيما لو فركتوز ولا لو لاكتوز لي فيبر وكيكونوا في اون بيريود وين ما عندهمش بزاف الاعراض في هذيك لا بيريود يقدروا ياكلوا الغذاء هذاك. عندنا تاليت كيما الاشخاص اللي عندهم الضغط الدموي ولا الهايبرتونسيون ارتيريال الاشخاص هذوما من غير الملح نحولهم الملح ماشي اللي عليهم ننصحوهم ياكلوا الدهون الصحيه اللي تعاون تحافظ على صحه القلب والشرايين انهم يشربوا الماء مليح وياكلوا الالياف وياكلوا بزاف الخضر والفواكه. اما الاشخاص باغ اكزومبل اللي عندهم مرض السكري سكري نوع واحد ولا نوع اثنين دونك هاد الاشخاص كاين بزاف اللي يقولوا ما لازمش تاكلوا نقصوا في الاكل هذا شيء خطا ولكن ياكلوا غذاء متوازن ما يكونش فيه بزاف السكريات السريعه ولكن يكون فيه الجلوسيدات باش pour maintenir le taux تاع السكر في الدم وياكلوا بزاف الالياف لهاد الالياف ما يخلوش السكر في الدم يطلع بسرعه. عندنا ثاني الاشخاص اللي يكون عندهم لاغوت هي كي يكون لاسيد اوريك طالع بزاف في الدم اللي يكون اشخاص يعني يكون عندهم لاغوت نقول لهم يتفاداو ياكلوا الاكل اللي فيه لي بورين دونك هاد لي بورين نلقاوهم باغ اكزومبل في لو بواسون غرا في السلق في لي شو. عندنا ثاني الاشخاص اللي عندهم لا تيرويد ولا ليبوتيرويدي هاد الاشخاص ما لازمش ياكلوا لي زاليمون لي فافوري هذيك لاباريسيون تاع لو غواتر كيما هما ثاني لو شو le chou-fleur, les brocolis, de même les c'est des facteurs de risque à les voir d'ailleurs. Et bien sûr les patients qui ont les allergies ou les intolérances à certaines molécules, qui mangent le gluten, qui mangent le lactose. Dans ces cas-là, il faut les éliminer complètement le gluten de leur alimentation. عندنا ثاني الاشخاص اللي يكونوا عندهم كيما الزهايمر لي بيرسون عندهم الزهايمر نصحهم ياكلوا بزاف لي ليبيد ولا الدهون الصحيه كيما لي اوميغا 3 بارفوا ميم نمدوا لهم مكملات غذائيه تاع لي اوميغا 3 وكيما ثاني الاشخاص اللي عندهم مرضيه باركنسون كاين بعض كاين لو فير ولا الحديد لي الفافوريز هاد مرضيه باركنسون دونك نقول لهم ما ياكلوش بزاف المواد اللي يكون فيها لو فير وكي تكون عندهم اون انيمي ولا نقص في لو فير نعرفوا كيفاش نمدوا لهم لا سوبليمونطاسيون هذيك نعرفوا كيفاش نمدوا المكمل الغذائي هذا. دونك هادو ما عطيت لكم بعض الامثله تاع الحميه العلاجيه لكن حنا نقدروا نعاونوا امراض اشخاص اللي عندهم امراض متنوعه من لاختروز لوستيوبوروز كامل انواع الامراض نقدروا نعاونوهم بالتغذيه. نعم ثانية على أي أساس يعني يقوم مختص في التغذية أو الطبيب بتقديم هذه الحمية سواء الشخص المصاب بمرض معين أو غير المصاب هل يعني يقدم له مجموعة من التحاليل أو كيف يتم ذلك؟ الو عندنا ثلاث حالات الحاله الاولى هي الحاله اللي ديجينا خاطرش بعثوا الطبيب المعالج ديالو بعثوا لنا ديريكتومون باش نديروا له حميه علاجيه باش نعاونوه في التغذيه تاعو نعطوا له غذاء اللي يليق بالمرض تاعو. الحاجه الثانيه كي نكونوا حنايا في التشخيص في لا كونسلطاسيون نسقسوا اسئله كاين الانتروغاتوار كاين ليكزامان كلينيك كي نقلبوا المريض كاين بعض الاعراض نشوفوهم باغ اكزومبل كي نشوفوا واحد عنده اون بالور اون سوسبكت ديريكتومون كو عنده اون انيمي ولا نقص في لو فير دونك حين نبداو له تحاليل كاين بعض الاعراض واحد اخرى الا واحد يقولنا راهو طاح شعري تقدر يكون عنده ثاني نقص في لو فير ولا ثاني نقص في الزنك
ولا واحد يكون عنده تانيت اون بو تري سيش ولا تانيت لي ليف تاعو تري سيش معناتها سيش خاص تاع لي ميكوز هنا نشكو تاني في ان مونك تاع لي فيتامين بي باغ اكزومبل تانيت واحد يكون عنده اون ايموراجي تاع لي جونسيف كيكون عنده هاد ليموراجي تاع لي جونسيف تقدر تكون كارونس ولا نقص في فيتامين سي دونك هذا كامل يندار في ليكزام كلينيك وفي الاسئله اللي نسقسو المريض تاعنا الحاله الثانيه الثالثه بلوتو parfois عندنا دي بولون ديروهم كي نشكو بلي كاين نقص في تال و تال مينيرال ولا فيتامين نقدروا نديروا لو دوزاج كيما لا فيتامين دي كيما لو فير كيما لا فيتامين بي باغ اكزومبل. نعم، بالنسبه للشخص الذي يكون غير مصاب باي مرض وراغب انه يحمي نفسه من مرض معين هل تعطوا له نفس التحاليل ام انه تعطوا له يعني حميه يتابعها؟ دونك حنا باش نتفاداو الامراض ننصحو دائما ننصحو الواحد ياكل اكل غذاء صحي ومتوازن كي ما يكونوش دي سيني دابيل ولا ما يكون عنده حتى سيمبتوم ما يكونوش عنده اعراض ما نروحوش نديرو تحاليل خاطرش لا كلينيك هي اللي تعاوننا اون بروميي باش نديرو باش نشخصو مرض ولا نقص من الفيتامينات ولا من المعادن دونك حنا ننصحو بالغذاء الصحي نديرو دائما نعلمو لي باسيون تاعنا كيفاش يكومبوز الاسيات تاعهم واش يديروا فيها واش ينقصوا واش يزيدوا بيان سور نشوفوا هذا الشخص واش ياكل ناخذوا لي زابيتود اليمونتير تاع واش مول فيها ياكل واش يحب واش ما يحبش هكا كي نديروا له ان بروغرام اليمونتير ولا نظام غذائي يكون مشخص على حساب لي زابيتود تاعو على حساب العادات تاعو على حساب واش يحب على حساب واش ما يحبش بيان سور نحاولوا اون كوريج لو ماكسيموم دي زيرور اللي كان يديرهم ماشي حمية علاجية هي عبارة عن غذاء صحي ومتوازن. نعم، خلينا فقط نوضح نقطة معينة للمشاهدين أنه الحمية هي تساعد إضافة إلى تناول أدوية الطبية اللي وصفها له الطبيب اللي تكون متناسبة مع المرض الذي يعاني منه. نعم إلهام دونك لازم لي باسيون يعرفوا بلي الا راحوا عند مختص في التغذيه ودار لهم حميه علاجيه سا با دير بلي يحبسوا الدواء تاعهم خاطر هاد الحميه راح تساعد بوغ ستابيليزي لا مالادي تاعهم تساعد باش تنقص الاعراض وتساعد باش تعطي لهم نمط معيشي احسن ملي كانوا فيه لكن ما يحبسوش الدواء تاعهم هذا شيء ممنوع من عند بالك. خلينا ممكن في الختام أنه نوجه مجموعة من النصائح لكل شخص يريد اتباع هذه الحمية. الحمية العلاجية دونك نقول بلي الأشخاص اللي يكون عندهم أمراض سواء أمراض في القلب ولا أمراض مالادي ميتابوليك كيما لو ديابيت ولا لاتونسيون يلفو دايما تشوفوا مختص في التغذية تاعكم قولوا للطبيب تاعكم يبعثكم عند مختص في التغذية باش تعاونوا بوغ ستابيليزي لا مالادي تاعكم. أما الأشخاص اللي ما يكونش عندهم حتى مرض ننصحكم تاخذوا غذاء صحي لأنه راح يعاونكم باش تتفادوا pour prévenir الامراض على بالنا بلي امراض العصر هذوما سي لوبيزيتي سي الديابيت سي الهايبرتونسيون ارتيريال دونك دائما نقولوا بلي الوقايه خير من العلاج والوقايه راهي في النمط المعيشي الصحي التغذيه والنشاط البدني هذوما من نسميهم الاساس تاع الصحه الجيده. نعم، اخصائيه التغذيه سعديكم وشكرا على مرورك معنا اليوم وعلى كل هذه النصائح. عفوا. نعم مشاهدينا إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام فقرة الضيف الغرفة من غرفة أخبار قناة البلاد بقيت فقراتنا متواصلة لكن بعد ذا الفاصل.